مع الأسف كما هي درجة العادة بالصراع بسوريا أنه يكون المدنيين والمنشآت المدنية وقود لهي الحرب، فالوضع حاليا وصل لحالة غير مسبوقة نهائيا من التصعيد، بحيث أنه لم يعد هناك مكان آمن بالمطلق. الاستجابة الإنسانية مع الأسف الشديد ضمن الإمكانيات الحالية غير كافية على الإطلاق، اللي طلبته الأمم المتحدة أكثر من 336 مليون دولار للاستجابة، ما متوفر منهم غير 20%، يعني حوالي 70 مليون دولار. هي المبالغ متوفرة مو للاستجابة، متوفرة بكل الصندوق اللي موجود للاستجابة عند الأمم المتحدة حاليا بسوريا. المؤتمر الصحفي هدفه يوجه الأنظار ويعيد الضغط على وسائل الإعلام لتضغط على المجتمعات اللي جاي منها. أكثر من 800 ألف نزحوا وفق إحصائيات الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية. نحن نريد الآن أن نسلط الضوء لكي يطلع العالم على ما يجري، ولكي تقوم الأمم المتحدة بدورها وكذلك الداعمين. إن ما يقدم الآن من استجابة لا يتجاوز 20%. 81% حسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة هي أطفال ونساء، والباقي هن بين رجال كبار السن وأشخاص ذوي احتياجات. لذلك بالنسبة للاحتياجات، يعني أهم الاحتياجات المطروحة حاليا هي احتياجات المأوى وتوفير الغذاء والدواء للأطفال والرعاية الصحية. عدد يعني المشافي اللي حاليا اليوم تم استهدافها خلال الفترة الماضية حسب الإحصائيات الرسمية تجاوز 70 مشفى. ساهمت يعني لو بجزء بسيط هذه المؤتمرات، بس بنفس الوقت لا نستطيع التخلي عن واجبنا نحن كمؤسسات إنسانية من الاستجابة لاحتياجات الناس. الموت بيكون بأنه نحن نموت متجمدين، أنه نموت محروقين، وأنه نموت نحن جائعين. أطفالنا عم بيموتوا كل يوم قدام العالم كله، عم يشوف وعم يسمع، ونحن ما عم نقصر بنقل الصورة أبداً، وعم نوثق الحالات اللي عم تجي، وفيات بسبب البرد، وفيات بسبب الجوع، وفيات بسبب القطف. ناس بالملايين قاعدة بالعراق.